الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيدة الفاضلة رئيسة منظمات نساء الحركيات الأخت خديجة البول، السيدة رئيسة المجلس الوطني العزيزة إيمان نوري، السيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، السيدات والسادة ممثلي وممثلات الحزب في البرلمان والجماعات التراثية والغرف المهنية، السيدات عضوات المكتب التنفيذي لمنظمة نساء الحركيات، السيدات والسادة ممثلي الإعلام الوطني والجهوي، الحضور الكريم أي المجلس. يشرفني غاية الشرف أن أتناول الكلمة في افتتاح أشغال المجلس الجهوي لمنظمة النساء الحركيات بجهة بني ملاخ إقراء. هذا المجلس الذي يشكل الأول من نوعه بعد المؤتمر الوطني الخامس لمنظمتنا الموقرة، والذي عرف نجاحا كبيرا بكل المقاييس، توج لتجديد الهيكل الوطنية للمنظمة بروح التوافق والإجماع، وأطلق دينامية تنظيمية وسياسية جديدة في مسار هذه المنظمة الوازنة في مسار حزب العريق بقيادة الأخت الفاضلة خديجة البول بمسارها السياسي والحقوقي والإعلامي المتميز، وبمعية كفاءات نسائية تمثل مختلف الجهات بمملكتنا العزيزة، وهي دينامية أردنا قطيعاً مع سنوات من الركود والتجاذبات التي قلصت من إشعاع وحضور المنظمة سياسياً ومجتمعياً. ويبقى تحدي اليوم هو كيف نحصن هذه الدينامية وكيف نترجمها على أرض الواقع إلى هياكل تنظيمية تعم مختلف الجهات وتعزز الرصيد الانتخابي للحزب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وقبل الخوض في أسس هذه الدينامية ورهاناتها وتحدياتها، لا يمكنني إلا أن أقف عند رمزيتي ومكانة هذه الجهة والتي أعتز بالانتماء إليها، وأن أكون من طينها وترابها في خريطة الحركة الشعبية تأسيساً ومساراً وتأثيراً في صناعة قرارتها ووزنها السياسي والانتخابي الجهوي ووطني. حيث ما تسمى الأكيد أن الكثيرات والكثيرون منكم لا يعرفون كيف ساهمت هذه الجهة بأقاليمها الخمس وبرموزها الخالدة في بلاد الحركة الشعبية فجر الاستقلال، ولا حجم التضحيات التي دفعها نبلاء وأعيان هذه الجهة في شهادة ميلاد الحزب كما طيلة تاريخه وحتى يومنا هذا. فبصمات ولادة هذه القلعة السياسية الوطنية الأصيلة لا زالت موشومة في جبال وقبائل الجهة وسهولها. في أحضان هذه الجهة عزف الحركيون الأوائل والأباء والمؤسسون نشيد حركة للغنى حزب ما يغنى كرسالة ضد الحزب الوحيد. وهل تنسى الاجتماعات السرية التي كان يقودها مؤسسون في القصيبة وأجدر دفاعا عن الحرية التعددية ولمقاومة جبروت الحزب الوحيد ضد الأصوات المخالفة وضد روح التغيير التي شكلت الحركة الشعبية حضنا أصيلا لها؟ هل ننسى رموزا من قبيل محب سعيد والسوء وأمهروك وإم حزان وإيت المعلومي وإيت زمرك وعائلة القيد بن داود الذي يوجد ابنهم بيننا؟ ورموزا لا يسع المجال لذكرها من أزيلان وخنفرة وابن ملدان وخريطكا والفقير الصالح. وللذكرى والتاريخ فلن ننسى في مسار هذا التاريخ الراب الزاخر في الجهة كيف تم انتخاب الزعيم الحركي الوطني الصادق السيد محجوب الأحضان رحمة الله عليه برلمانيا على إقليم أزيلان
دون أن يكلف نفسه القيام بأي حملة انتخابية. أي مناسبة أتوقف لدعوتكم جميعا اتلاف